هو في سيدني ويبعد مئات الكيلومترات، كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع وهل وصلتكم هذه المعلومات؟ بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج، ملبورن وأيضا أوتاوا، تعلمون أنه كان عندنا مكتب في أوتاوا لكنه تم غلقه والإبقاء فقط على مكتب سيدني، لأنه أوتاوا لم يعد لنا فيها بعثة دبلوماسية، فكان القرار أنه يتم الإبقاء على مكتب سيدني وإلحاق التونسيين المقيمين في أستراليا بمكتب سيدني. الوضعية هذه ماهيش موجودة كان في أستراليا، موجودة أيضا في كندا اللي فيها أوتاوا و أوتاوا ومونريال، ونعرفوا أنه عندنا توانسة يقيمون على بعد قرابة 500 كيلومتر على المناطق هذه، وعليهم التنقل لأنه المسألة ما هيش سهلة في البلدان الكبيرة كما أستراليا وكندا. قادرين أنه نوفروا الخدمة بسهولة بالنسبة لفرنسا وإيطاليا وألمانيا وين ما فما كثافة للجالية التونسية، لكن تعرفوا أنه لما يكون الانتشار بالنسبة للجالية يعني على مساحات شاسعة، فهذا يخلينا ما نجموش نوفروا الخدمة بالشكل الكبير، علما وأنه في أستراليا الجالية موجودة بأعداد ماهيش كبيرة في المناطق الكل. سمحني حكيت لك على أوتاوا، نحكي على كامبيرا. كامبيرا في أستراليا مش أوتاوا. كان عندنا مكتب في كامبيرا وكان هو اللي يحل قبل سيدني، ما عادش عندنا بعثة دبلوماسية في كامبيرا، فقررنا وأنه نبقيه على المركز متاع سيدني، والتوانسة اللي موجودين في أستراليا عندهم إمكانية التصويت لكن في سيدني. العدد اللي تحكي عليه راهو مش يكون يتجاوز المية في أحسن الحالات، والحقيقة مش من السهل فتح مكاتب في كل يعني المساحات. على كل حال عندنا 384 مكتب في الخارج. نزيد نضيف حاجة، لكونه وقت حلينا ترشحات العضوية مكاتب الاقتراع ما جاوناش معناتها من المكان هذوما ناس تحبوا يحلوا، معناتها كنا نجموا كان تقبلنا ترشحات رانا حلينا بطريقة أو بأخرى، لكن ما الجالية بس ما جاوبتناش، هذاك علاش ولينا خذينا القرار هذا. شكرا لكم، يعطيكم الصحة ونتواصلوا إن شاء الله الثمانية التالية.